أتذكرون حينما اجتمع إلي الجمع في هذا المكان الخلائي؟ وأخذت أعلمهم إلى أن مال النهار وحل المساء، وكيف أتيتم إلي بقلق لأصرف الجمع ليذهبوا للقرى المجاورة ويجدوا الغذاء؟ وقلت لكم حينئذ أعطوهم أنتم ليأكلوا، وتطلعتم في بتعجب وقلتم: كيف لنا أن نطعم كل هؤلاء؟ فالأمر يحتاج لأكثر من 200 دينار. وقلت لكم: كم خبزا عندكم؟ فأخبرني أندراوس: هنا طفل معه 5 خبزات و2 سمكتين. هذا الطفل الذي بكل سخاء أتى أمامي ووضع ما يملك، 5 خبزات و2 سمكتين. أخذتهما وباركت الآب على هذا الطفل وغمرته، فإذا ببقية الأطفال يأتون ويقدمون ما عندهم، ثم الشيوخ والنساء والجموع قدموا ما عندهم، ووزع تلاميذ الطعام على الجموع، وشبع الجميع وفاض الطعام. والأهم أن الجميع شاهد أن العالم سيشبع وستزول المجاعات وسيحل الملكوت والفرح إذا تعلم البشر كيف يفتحون أيديهم بالعطاء والمشاركة مع من حولهم. وكما أن أباكم منحكم ما بين أيديكم من خيرات ووزنات دون أن تسألوه، فلتضعوا ما بين أيديكم لخدمة إخوتكم. فمن طلب منكم الثوب أعطوه الرداء أيضا، ومن اقترض منكم رغيفا فلا تردوه، أعطوا وسيعطى لكم كيلا طيبا مليئا مهزوزا. وانتبهوا أن تقدموا صدقاتكم أمام الناس، لأنكم لا تتصدقون، بل أنتم تشاركون إخوتكم بما استأمنكم عليه الآب، بل قدموا صدقاتكم في الخفاء. أما أنتم فحين تعطون صدقة فلا تعلم يمينكم ما تفعله شمالكم.